أمي الصبطان الزهر مجلسنا الليلة تحضر أمي الصبطان الزهر مجلسنا الليلة تحضر ويانا تهيل دمعته تريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية الكريمة تثبت حقيقة طالما غفل الإنسان عنها، وطالما انشغل الإنسان بزخارف الدنيا عن هذه الحقيقة. والحقيقة هي أن الدار الآخرة هي دار المستقر، وأن دار الدنيا ليست إلا الممر، وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: فخذوا من ممركم لمقركم. والإنسان بجهله يغفل عن المقر وينشغل بالممر، فيتصور الممر مقرا فيخسرهما معا. والله عز وجل إنما خلق الإنسان في هذه الحياة لهدف عظيم، لكي يكون هذا الإنسان عبداً صالحاً لله، منشغلاً بالعمل الصالح، لكي يكون إنساناً حقيقياً، وهو من حيث النسب ابن آدم، وآدم قد اصطفاه الله عز وجل. فالإنسان العاقل يعرف أنه ينتسب إلى الأنبياء نسباً، ولا بد للعاقل أن يقدر ضمن نعم الله العظيمة التي لا تعد ولا تحصى هذه النعمة أنه ينتسب للأنبياء بعلاقة النسب. يا ابن آدم، نقرأ في الأحاديث القدسية هذا الخطاب: يا ابن آدم، تطلب مني ما لم أخلقه، وهو الراحة في الدنيا، وتدع ما خلقته، وهو الراحة في الآخرة. وتكرر الأحاديث القدسية مخاطبة الإنسان ب: يا ابن آدم. والله عز وجل يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أيها الإنسان، تذكر
أباك، ذلك الذي اصطفاه الله عز وجل آدم. وتذكر أن الله عز وجل إنما خلقك في هذه الحياة لهدف، والهدف عظيم نبيل سامي. لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تلك الدار الآخرة، الدار الآخرة هي المستقبل وهي الغد بالنسبة لنا. عندنا يوم وعندنا غد. يومنا في الدنيا وغدنا في الآخرة. الآخرة ليست بعد غد، بل هي غد. والإنسان يتصور أن بعد غد أبعد من غد، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما قدمت لغد، الغد هو الآخرة، والآخرة هي المستقبل. ولذلك نقرأ في سورة الفجر قوله تبارك وتعالى محدثاً عن حالة الظالم يوم القيامة، الظالم الذي انشغل بالدنيا وغفل وأهمل الاستعداد للقاء الله، يقول الظالم يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا هو المستقبل، وهذه هي الحقيقة التي أراد الله الإنسان أن يعرفها وأن يفهمها وأن يستعد لها. لكن الجاهل مشغول عن الحقيقة بجهله، كما ورد في الحديث الشريف: ما لي أرى كثيرا من الناس قد غلب عليهم حب الدنيا حتى لكأن الموت كتب على أناس غيرهم. وهذا قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمى، لا يرى من ورائها شيئا، والبصير ينفذها بصره ويرى أن الدار وراءها. فالأعمى إليها شاخص، والبصير منها شاخص، والأعمى إليها متزود، والبصير منها متزود. فلا تغرنكم هذه الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أنتم في هذا البلد البعيد عن العواصم الإسلامية تجتمعون هنا لكي تحيون ذكرى سيد الشهداء، الذي هو في الواقع ذكره ذكر جده، وذكر جده ذكر الله عز وجل. الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل. في هذا
مجلس المبارك الذي يجتمع فيه المؤمنون في هذا البلد البعيد لكي يذكروا سيد الشهداء عليه السلام، دعونا نسأل أنفسنا لو افتراضاً، لو شرف الحسين هذا المجلس ماذا كان يطلب منا؟ بماذا كان يأمرنا؟ طبعاً مجالس ذكر الحسين ومجالس ذكر أهل البيت عليهم السلام مجالس يحبها الله ورسوله، وتتشرف الملائكة بأعتابها، لكن حتى يكون المؤمن في هذا المجلس موالياً حقيقياً للحسين عليه السلام ليسأل نفسه هذا السؤال: لو كان الحسين قد شرف هذا المجلس ماذا سيطلب مني ومنك؟ أيطلب منا غير تقوى الله؟ تقوى الله الهدف الذي من أجله ضحى كل أهل البيت بما ضحوا به. والحسين عليه السلام قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكني خرجت طلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني إذن خرج لهدف، والهدف هو الإصلاح في أمة جده، ليس له هدف دنيوي، لم يكن يطمع أن يستلم حكماً أو أن ينال دنيا، وإنما هو حجة الله، ولم ينهض إلا لإقامة أمر الله. يقول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. ألا إن الدنيا قد ذهبت مدبرة والآخرة قد جاءت مقبلة كما في الرواية. أيها الحسينيون في هذا البلد وفي كل العالم، دعونا نستمع بقلوبنا إلى كلمات الحسين. الحسين عليه السلام لم يقتل صدفة، لم يقتل بالصدفة، وإنما كان عازماً على الشهادة، خرج تاركاً دياره في المدينة المنورة في أواخر شهر رجب، في أواخر شهر رجب كما في الرواية في 28 من شهر رجب، خرج من المدينة بعد أن أراد الطاغية يزيد إرغامه على البيعة، وهيهات هيهات أن يبايع الحسين فاسداً ظالماً كيزيد. ألا إن ابن الدعي ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة
والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ورسوله، وحجور طابت. إذن الحسين عليه السلام مصمم على الشهادة، ترك المدينة متوجها إلى مكة، وبقي في مكة عدة أشهر إلى أن حانت أشهر الحج، وكان في المدينة، وكان ضمن الوضع العام يستعد لأداء فريضة الحج، لكنه بلغه أن يزيداً قد أرسل من عماله وعيونه وجواسيسه أشخاصاً أمرهم بقتل الحسين في بيت الله الحرام، حتى لو كان متمسكاً بأستار الكعبة. والحسين عليه السلام هو إمام المسلمين، ولا يمكن أن يرضى بأن تسفك قطرة دم في